بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، برحب بكل سادة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. وحلقة النهاردة عن الجاتو. الجاتو النهاردة هنعمله بشكل حلو جدا إن شاء الله يعجبكم، ونحاول يعني نحاول على قد ما نقدر إن احنا إيه يعني نتعلم إزاي نقدر إن احنا نحشي قطعة الجاتو نفسها، وهنطلعه اللي هو الرفيع. خلينا نشوف إن شاء الله الحلقة تبقى ماشية إزاي. هستنى طبعا اي اسئله او اي استفسارات على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، 1710 من اي تليفون محمول، 0909710 من اي رقم ارضي. عندنا اول حاجه هو الاسبونج، طبعا زي ما احنا عارفين هو بنعرف كلنا نعمله ازاي، نقدر نعمله في البيت. وقلنا قبل كده الخطوات بتاعته ماشيه ازاي، فمش هنضيع وقت فيه. فكره ان انت لما تطلع الاسبونج بتسيبيه يبرد الاول شويه، وبعد كده تقومي حاطه ورقه زبده عليه وتحط كل الكمية فوق بعضها، سواء الصاجين تعمليهم أو الثلاث صاجات أو الأربع صاجات تحطيهم فوق بعضيهم. طبيعي لما تحطهم في التلاجة من غير ما تغلفيهم كلهم بالاسترتش، بعد نص ساعة هتلاقي الرطوبة شوية الموجودة في الاسبونج بدأت تقشر لك القطع نفسها. ولو ما تقشرتش بنبدأ اللي احنا نقشرها عشان تبقى ليه بالرفع ده اللي قدام حضرتك ده، تمام؟ طيب عندنا بقى شربات خفيف، عندنا مربى راسبيري، وبعد كده هوت عندنا شويه زيت عشان هعمل بيهم الشوكولاته اللي هنبدا نزين بيها قطعه الجاتوه نفسها. وعندنا شوكولاته ببدا ان انا اسيحها عندي على حمام ميه، دي الشوكولاته البيضه بتاعتنا ومسيحينها على حمام ميه قدام حضرتك اهيت بالشكل ده، عشان دي اللي هنعمل منها ديكور وهنزين بيها الجاتوه بتاعنا. طيب اول حاجه بنبدا نشتغل بيها ايه، بجيب عندي الكريمه بخفقها وببدا نحطها كده قطعه صغيره، حته حته صغيره كده هنا. بجيب عندي اول طبقه من الاسبونج ونحطها هنا في النص، جميل. طيب بعد كده بنجيب عندي الشربات اللي احنا بنبدا نسقي بيه، شربات يا اما ميه بسكر عاديه جدا بنحطها، يعني كوباية على كوباية، تمام. وما نبدأش نكتر، خلي بالكو يعني برضو فكرة الاسبونش اللي انتي الاسبونش كده كده طري، ولكن ما نكترش عندنا اللي هو ما نخلوش عجينة يعني الشربات، كفاية كده. طيب بعد كده بنبدأ نعمل ايه، بقوم واخد عندي كريمة. يا استاذة ندى ازيك؟ معلش يا استاذه ندى اتصلي بينا تاني، وحاولي بقى وانت بتوزعي الكريمه توزعيها بشكل مظبوط، والاسبونش كمان لو انت بتقشريه حاولي بقى بالترانش اللي انت تظبطي الايه الموضوع، ما يبقاش حته تخينه وحته رفيعه على قد ما تقدري عشان القطعه تطلع مظبوطه بالظبط قدام حضرتك كده. طبعا بره يعني في اي محلات بيحشوا بالايه بالبلكة، البلكة اللي هي ايه اللي انت اللي هو الصاج على بعضه، يعني انت فاهم ازاي؟ لكن انا بصراحة مقسم الصاج هنا على اتنين، الصاج ال 30 في 40 ده اللي انا بحشي عليه، ده اللي انا عملت فيه الاسبونج انا قسمته على اتنين. حط حتة كمان صغيرة واساوي، كل ده مهم، كل ده بيطلع في تقطيعة الجاتوه بعد ما بقطعها، الكلام ده كله بيبان. طيب بعد كده بقوم جايب عندي مربى، مربى الراسبيري عندك لو مش هتلاقيها حمرة ممكن تديها سنة لون، سنة بسيطة جدا من اللون الأحمر. نقوم ضايفينها هنا، تمام، وأبدأ إن أنا أوزع الطبقة كده. طيب بعد كده بنقوم واخدين عندنا الطبقة التانية بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه، نقوم حاطينها. مهم جدا بقى ايه ان انت تكبسي كده بالشكل ده عشان تطلع كله يبقى شكله ايه متساوي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بعد كده نقوم جايبين عندنا الشربات الخفيف،
اللي هو كوبايه سكر وكوبايه ميه، عايزه تغليهم على النار وتحط لهم يعني ربع عصير ليمونه كده وتحفظيه عندك في الثلاجه، ناس بتعمل كتير كده. او حضرتك في ناس بتجيب دلوقتي موضوع بخاخه مكان الفرشه، في ناس دلوقتي بتعمل ايه، بخاخه مكان الفرشه، بتحط الشربات في البخاخه وتبدا اللي هي ايه توزع الشربات الخفيف ده على طول، بس لازم طبعا تتاكدي اللي هو ما فيهوش اي بذره ليمونه او اي حاجه، تمام، عشان البخاخه ما توقفش معاكي. الطبقه التانيه من الكريمه عشان هنعمل ديكور دلوقتي ان شاء الله اوريها لك. بسم الله، ووزع كويس جدا الكريمه، اهم حاجه زي ما اتفقنا هو تساوي كل ده اهو مع بعضه. وبعد كده بقوم جايب عندي المربى ونوزعها برضو بنفس الشكل اللي حضرتك كده شايفاه، ما تكتريش خلي بالك عشان الطعم ما يبوظش منك. هي واحدة كده وواحدة كده بس. بعد كده بنقوم عاملين ايه؟ واخدين عندنا الطبقة الأخيرة ونقوم حاطينها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. تمام؟ أفضل حاجة للجاتوه وأنت بتحشيه إنك تسيبيه في الفريزر لمدة ساعتين اتنين، يعني بعد ما بتحشي قطعة الجاتوه ديت او الكادر اللي انت بتحشيه ده لازم تسيبيه في الفريزر ساعتين اتنين. طيب نعمل ايه بقى؟ طيب قبل ما نحطه في الفريزر نعمل الحركه دي، تجيب ورقه زبده تقومي حطها كده على وش كده من فوق، ماشي الكلام، وبعد كده تقومي جايبه صاج تاني عليها كده، واي حاجه تقيله بسيطه يعني مش تقيله قوي اللي هو ممكن المعيار بتاع الايه الميه ده بس، عشان الحاجه تطلع كلها متساويه كده، ولما نيجي نحط الكريمه تطلع كلها مظبوطه بالظبط. يعني تحط حاجه تقيله بسيطه، مش حاجه مثلا 10 كيلو ولا 5 كيلو، حاجه مثلا كيلو ونص، كيلو مثلا، تحطيها كده على الصاج نفسه، وتاخدي الكلام ده وتحطيه فين؟ في الفريزر ساعتين اتنين. بعد ساعتين اتنين بنبدا نطلعها ونشتغل بيها. انا بقول لك على الشغل الصح تلاقي الحاجه طالعه منك بعد كده ان شاء الله مظبوطه وما فيهاش اي غلطه. نقوم شايلين الحاجه التقيله ديت. وبعد كده نقوم جايبين عندنا كريمه بقى من فوق، الوش الاخير في العموم ما بياخدش شربات. يا تقوى ازيك؟ الله يسلمك. ازيك يا تقوى عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كله زي الفل. الحمد لله والله. الله يخليك يا تقوى. ممكن اعرف الحواوشي بيتعمل ازاي؟ الايه؟ ممكن اعرف الحواوشي بيتعمل ازاي؟ حواوشي من عينيا. سلام، بس كده حاضر، شكرا ليك يا تقوى. واخد الكريمه كده اقوم ايه مسويها من فوق واشيل الزيادات دي كلها كده، والزيادات دي كلها اهيت كده كده كل ده هيتقص دلوقتي وهيتروق، واجيب عندي ترانش كده اهوت واجزع من فوق اهو كده، شايفه بقى طالع كله عامل ازاي؟ كله سوا واحد بالظبط. طيب نعمل ايه دلوقتي بقى؟ نبدا نجيب عندنا الشوكولاته بتاعتنا الجميله اللي هنبدا ان شاء الله نعمل منها الديكور بتاعنا. نشيل دي جانبا كده. نشيل الكريمه بلابل نجيبها هنا. وزي ما اتفقنا ده يتحط في الفريزر شويه كده ولا حاجه لحد ما الشوكولاته لحد ما يكبد معايا. وانا جزعتش الكريمه كده من فوق بالترانش عشان لما اجي احط الشوكولاته تمسك فيه. الرخامه بجيبها
عندي ده وعندي دول، دول اللي هشتغل بيهم دلوقتي وهنعمل منه الديكورات اللي هنبدا نشتغل بيها. طيب عندي الشوكولاته سايحه عندنا المصري، فبعمل فيها ايه؟ باخد شويه صغيرين منها زي ما حضرتك كده شايفه، حط عليها شويه زيت حوالي 3 معالق كده من الزيت عشان اعرف اعمل معاها ديكور واعرف اجلس بيها الكلام ده كله. بالظبط. اقوم اقلب عندي الزيت مع الشوكولاته. واجيب عندي البوله الثانيه الصغيره ديت. اخد منها شويه صغيرين يا استاذ جيمي. بالشكل ده لحضرتك كده، ايوه. عشان ايه؟ ندي لهم لون احمر. بص كده اهو، سنه بسيطه جدا من الوان الجيلي ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب عندي سباتولا كده صغيره واقلب يا باشا عشان ايه ده ياخد اللون اللي حضراتكم كده شايفينه. لا حلو قوي ده، انا عايزها نفس اللون بتاع المربى. حلو قوي، لان كتر اللون لو انت حطيت الالوان ممكن تعمل جناش منك، تقفش منك الشوكولاته، فتخلي بالنا من الموضوع ده قوي. يعني هو الالوان حطي حاجه، هي حاجه بسيطه جدا، نقطه بسيطه جدا. في طبعا الوان شوكولاته بتبقى موجوده، لو عندك طبعا استخدميها ما فيش اي مشكله. باخد عندي اول حاجه ديت، حطها بالشكل ده. في حته نقطه ميه كده وقعت كده، عايز امسحها بمنديل. وافرد على الرخامه، الرخامه لازم تكون ساقعه معايا. واقوم جايب عندي الشوكولاته البيضة حاططها عليها من فوق. تمام. لو لقيتها طبعا ممكن ما تطلعش معايا، يعني الفان اللي هعملها او المروحه اللي هعملها ممكن ما تطلعش معايا على فكره، ومحتاجه الشوكولاته تكون زيت. هنشوف دلوقتي، بعمل اختبار على واحده ومش هيحصل اي حاجه، الشوكولاته كده كده مش هتبوظ مني، هجمعها واحطها تاني، ولكن هنشوف دلوقتي ونعمل اختبار. بس بقوم واخد ديت كده، منظف كده، واقوم جايب صبعي ده اهوت، ما شاء الله شايفه؟ شايفه ديت عامله ازاي؟ دي اللي هعملها ديكور. بص المنظر اهي حبيبي، شايفه؟ طالع على ده ازاي؟ الابيض اهو، تمام. حبيبي ده الفان اهوت، بص طالع بشكل عامل ازاي؟ اهم حاجه التبريد بتاع الرخامه يبقى عندك مظبوط عشان تعرفي تطلعيها. بسم الله اهو، ده اللي هنحطها فين؟ على الديكور من فوق. ونقدر نعمله شكل اللي هو السيجار اللي هو الطويل، يعني نقدر نعمله بشكلين اتنين، اما ده او ده. تعالوا نعمله بشكل السيجار ونشوف هنعمله ازاي. استاذه هاجر ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ كنت حابه اسال عن طريقه عمل الفراخ المشويه. الايه يا فندم؟ فراخ المشوية. حاضر حاضر حاضر، هحاول ننزلها لحضراتكم دلوقتي ونشوفها. شكرا لحضرتك جدا يا استاذة هاجر. ورقة الزبدة كده تقوم حطاها، وناخد عندنا الفان الجميل ده اهوت ونبدأ نرصه هنا بالشكل ده عشان
هعمل لك شكل تاني ان شاء الله دلوقتي يطلع معايا. ما ظبطتش معاكي، بص الموضوع ده ممكن يجي بممارسه، لو ما ظبطتش معاكي اعملها تاني. لم الشوكولاته وسيحيها تاني، بس ما تسيحهاش مع الابيض، سيحيها مع الايه، مع الرز اللي احنا عملناه، اللي هي الشوكولاته الرز اللي احنا لوناها، لان لو سيحتها مع الابيض اللون الابيض هيبوظ، مش هيبقى ابيض. بالمقطع نلم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، هيجيب لي الماكينة بس والله انا اعملها لك. طيب ناخد عندنا، نعمل شغل السيجار. بحاول انقي حته مكان يكون، اختار مكان يكون ساقع في الرخامة، فهبعد عن الحتة اللي انا اشتغلت بيها في الاول. كده هوت اجزعها. اشيل الزيادات ديت بالشكل ده، وبعد كده اقوم واخد عندي الشوكولاته البيضة نقوم حاطينها من هنا. باينه قوي على الكاميرا دلوقتي، باينه على فكره. الشوكولاته لو سخنه مفيش حاجه تطلع معايا خالص على فكره، يعني الشوكولاته لو سخنه معايا للاسف مفيش حاجه هتشتغل معايا، وافضل ماشي عليها رايح جاي لحد ما احس ان انا ايه اللي هي نشفت خلاص. تمام. استاذه سلمى؟ ايوه شيخ محمد. ازاي حضرتك يا استاذه سلمى؟ ايوه شيخ محمد. ايوه الحمد لله تمام. اهلا بحضرتك. يا ريت توطي التلفزيون شويه. طيب معلش يا استاذه سلمى، حاول اتصل بينا تاني. اقوم واخد ديت. لسه عايزه تجمد شويه. لا تمام اهي، يلا. الله يا سيدي، هو ده الكلام. نلفها كده بايدينا، ممكن عايزه ايه تنعم شويه. عايزه تجمد ايه، تجمد حاجه بسيطه اشتغل معايا زي العسل يعني. مدام نهى؟ الو؟ ايوه في محمد. ازاي حضرتك يا مدام نهى؟ اهلا وسهلا. ايوه في محمد. بصراحه انت في الخصيص. ربنا يخليك يا مدام نهى. ربنا يخليك يا فندم، والله ده من ذوقك. انا عايزه بس اسال حضرتك، اللي مش لسه عامل حاجه. حاضر ماشي، حاضر يا فندم، احنا جايبينه جاهز. مش جاهز اللي هو يعني، لا احنا جايبين البودر الجاهز وعاملينه هنا في المكان، فاهمه ازاي؟ اللي هو الكيس على 6 عدد بيض وضربناهم مع ربع كوبايه ميه، وبعد كده قسمناهم وطلعوا بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. ممكن بالسكينه على فكره، بصي كده، بصي الكلام بقى اهو، تقوم واخداه كده تطلع معاك يا عم ايه جيمي كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي اهوت شوكليت سيجار اهو كده، بص بالسكينه كده اهو، نمسح بقى الجوار اللي بره كده. الله صلاه النبي، بص عامل ازاي ديت، بص طالعه عامل ازاي اللون بتاعها. خلي بالك بسرعه بقى عشان درجه حراره الايد ما ينفعش تمسك الشوكولاته اكتر من ايه، بص ساحت في ثانيه.
يلا أستاذ جيمي فاصل ونواصل إن شاء الله. تاني بعد الفاصل عملنا ايه دلوقتي بقى؟ الشوكولاته هي البيضه سحناها وعملنا منها حطينا عليها زيت ولونا اللون احمر وطلعنا الشوكولاته سيجار اللي قدام حضرتك ده وعندنا الايه الفان اللي انت شفتيه ده عشان هنزين بيه الجاتوه من جوه او من فوق ان شاء الله. طيب هنا زي ما قلت لك البلاكه اللي انت بتحشيها ديت لازم اللي انت تحطها في الفريزر ساعتين اتنين عشان نعرف ان احنا نشتغل بيها كويس. الشوكولاته ديت عليها زيت عشان هي هحطها كده من فوق على الجاتوه. الزيت بيخليها تلمع وفي نفس الوقت لما نيجي نقطعها ما تخليهاش تعمل يعني تتكسر تطلع مظبوطه زي الجناش كده بالظبط. فمهم جدا جدا الزيت خصوصا على اي نوع شوكولاته مصري. احطها كده اوزعها عادي لو هينزل من الجنب خلي بالك كده كده كل ده هيتظبط دلوقتي. وبعد كده نقوم ماسكين يعني كده دي عشان نبص كده من تحت كده ومن الجنب تلاقيها كلها ايه بقت كلها سوا واحد. ايوه بالظبط بص بقت عامله ازاي قدامك اهي شكل مخبط كده تربطتين. والزيادات دي كلها دلوقتي هننضفها دلوقتي بالترانش ونظبطها. بس لازم مش هننضفها دلوقتي لازم الشوكولاته طبيعي لازم تجمد يعني تجمد الاول وبعد كده نبدا ان احنا نقطع ونظبط زي ما احنا عايزين. طيب تعالوا بقى نعمل عندنا الميكس الرهيب ده نشوف هنعمله ازاي. عندنا رق ابيض ورق شوكولاته او رق شوكولاته او رقين شوكولاته اسف ورق ابيض من الاسبونج بتاعنا. كريمه قطعه صغيره بس اثبت بيها الحاجه بتاعتنا كده. وده السايز بتاعنا زي ما انتم شايفين كده ده اللي هقطع بيه قطعه الجاتوه نفسه. انا عايزها بنفس الطول ده وبنفس الحجم ده. يعني ديت لعم جيمي بعد ما اخلص هنا وهبدا ان انا انضف واشتغل ده السايز اللي انا هشتغل عليه تقطيع عشان يبقى بالطول ده وبنفس الشغل ده بالظبط. كل حاجه لو انت عملتها في البيت مظبوطه بنفس الخطوات اللي احنا شغالين بيها تطلع معاك بفضل الله حاجه تمام. فانت بلاش تقطعي بايدك. في ناس بتقطع باتنين صابع يعني بتحط اتنين صابع كده وتبدا تقطع عليهم او تعملي سايز زي ده كده وتبدا تقطعي عليه وده الافضل طبعا. تعالوا ناخد عندنا اول طبقه تمام. مين يا استاذه؟ الو مين يا رغده؟ استنى بقى احط ايه اروقها لك. اصبر شويه شوكولاته كده عليها من فوق على الاسبونش الاول. جميل اهو. كده اهو بس كده حلو قوي. وبعد كده يعني بديها كده مسحه كده من فوق نقوم واخدين عليها الكريمه واشتغل نفس الجاتوه التاني. انا حاطط هنا واحد ابيض
في وسط اتنين شوكولاته، فعشان كده مدي الكريمه تبقى بيضه. اللي عايز يلون الشوكولاته يلون الكريمه بشوكولاته مفيش اي مشكله طبعا، زي ما هو عايز. واوزع الكريمه بالشكل ده اهو، وبعد كده اقوم واخد عندي بندق بالشكل ده اهو حبيبي اهو، حبيبي يا بنتي الله يحفظك. وبعد كده بقوم واخد عندي رايق الابيض حاططها فين؟ في النص اهي الرايق الابيض، ونضغط ضغطه كده بالشكل ده. تقوم واخدها حاطط شربات، لازم كل رايق نسقي، بس الرايق الاخير يفضل ما نسويش قوي، حاجات بسيطه جدا جدا، عشان لان الرايق الاخير بيبقى واخد كريمات من فوق، واخد حاجات وشوكولاتات، فعشان واحنا بنقطع ما يتهرش مني، يبقى الحاجه طالعه مظبوطه، فعشان كده باجي على الحته الاخيره بصراحه، وما برضاش اللي انا اديها قوي. طيب شربات يعني، ما احطش الشوكولاته هنا، يعني ما ينفعش احط الشوكولاته صح هنا في النص، خلاص انا حطيت من تحت، عشان برضو الحاجه ما تبقاش تقيله وتجزع معايا نفسي وما اقدرش اكل منها كتير. فانا بحط كريمه هنا خلاص، واكمل الحشوه بتاعي عادي جدا. يا ام لجين. الو، ازيك يا ام لجين؟ ازيك حضرتك، عامل ايه؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ تمام بخير والله، تمام. اهلا وسهلا. بقول لحضرتك، انا عايز اعرف ايه هو السماء؟ النوع السماء ملوش نوع، هو اسمه سماء. ايه هو يعني؟ النبات يا فندم. ده من ضمن البهارات يعني؟ من ضمن البهارات، هتلاقيه موجود عند اي عطار. تمام. وفي حاجه ثانيه معلش، النهارده عيد ميلاد والدتي، فيا ريت يعني تقول لها مبروك سنه طيبه. كل سنه وهي طيبه، وربنا يخليها لك ويبارك فيها. ربنا يخليك يا رب. واللي سنه طيبه يا فندم، ربنا يخليك. اشكرك يا فندم، شكرا لحضرتك. اخر طبق يحط الشوكولاته، شويه شربات بسيط جدا من فوق، تمام. وبعد كده بنعمل الحركه اللي احنا عملناها قبل كده، اللي هي ايه يا عم محمد؟ اللي هي بتقوم جايبه دي ورقه الزبده وحطها كده من فوق، ورقه الزبده اللي احنا كنا شغالين عليها. وبعد كده نقوم جايبين عندنا صاج كده، واي حاجه تقيله زي ما اتفقنا من فوق، ما تبقاش تقيله قوي، بس تحطها في النص، ما نحطهاش هنا او هنا او هنا، في النص بالظبط، يعني انت توسطاني الحاجه بالظبط، تمام، عشان الحاجه لما تيجي تكبس تتكبس مظبوط، ما تتجبش من جنب وترفع من جنب تاني، فلازم تحط الحاجه تبقى في النص كده بالظبط. ايه اللي حصل هنا في الشوكولاته؟ ها بدات تجمد اهي، صح؟ نبدا نعمل ايه بقى؟ نقوم جايبين عندنا الترانش حاطينه بميه سخنه، ده لازم اهو في ميه سخنه، وبعد كده تقوم منضفه عندك الحروف دي. بص الجمال بقى من الجنب عامل ازاي؟ كده احنا خلاص كده ممكن نشيل بقى خلاص. اسف. ممكن نحط ده عليها شويه على منجلها ونديها الفينش، تمام؟ يلا بينا بقى ايه نقصقص كده ونروق الدنيا هنا ونظبط التظابيط. نعلم من فوق الاول على الشوكولاته. وبعد ما نعلم نحط الترانش بتاعنا في ميه سخنه وننزل. نقوم شايلين الزيادات ديت، الزيادات ديت والله يعني مش عايز اقول لك ايه احلى من الجاتوه، فايه فخلي بالك ما ترميش حاجه. نلف، لو اتحطت لو اتحطت الحشو ده في الفريزر هتاخدي هتاخدي شكل احلى من كده بكتير. تمام، نظبط ايدينا من فوق كده اهو، ونطلع نطلع نطلع نطلع، ونعلم على الشوكولاته وننزل. ونشيل الزيادات ديت. ونقوم حاطينها كده، وزي ما اتفقنا نبدا نشتغل ايه بالسايز بتاعنا اهو. ادي اهو، بصي كده، تحطي كده الكرتونه ديت تشتغل عليها.
استاذه سلمى. هيا شيخ محمد. ازي حضرتك يا استاذه سلمى؟ الحمد لله تمام. تسلم ايدك طبعا على كل الوصفات، حلوه جدا 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 وفيها تنوع يعني. الله يخليك يا فندم، تسلمي. والجاتوه اللي حضرتك عامله النهارده رائع رائع رائع. ميرسي يا فندم، ربنا يخليك يا استاذه سلمى، ده من ذوقك والله. شكرا شكرا يسلم ذوقك. انا كنت حابه استفسر الفراخ المشويه لما بعمل لها التتبيله تمام، انا عايزه اللحم هو اللي يكون اخد التتبيله، انا بعملها بالفرن. حلو قوي حلو قوي، ما تعملهاش في الفرن على طول، اديها صدمه الاول على الجريل وبعد كده دخلها الفرن. من على البوتاجاز من فوق يعني؟ على البوتاجاز من فوق وبعد كده دخلها الفرن، ده افضل. تمام. طب اعمل لها اوخذها بالسكينه عشان تدخل التتبيله ولا مش هتفرق؟ لا بجيب المبط وبكسر العظم جوه اللحم، وما تكونش الفراخ كبيره، يعني تكون كيلو و200 جرام وزن الفرخه. تمام؟ بعد ما تتذبح طبعا. شكرا لحضرتك. شايفه الجمال؟ ثواني بس ايه اشيل الزيادات ديت. اهلا يا باشا كده. بص يا جيمي بقى، لما نيجي ناخد واحده من النص كده اهوت ونرفع ونبص على قطعه الجاتوه عامله ازاي. بص بص ستاندر 25 ايه بس، 25 ايه بس، اغلى والله. كريمه كريمه برضو، ما هي نوع الكريمه بتفرق، خلي بالك. يعني لو كريم نباتي مخفوق اللي هو السايل غير الكريم شانتيه، كريم شانتيه طبعا بتبقى ارخص، ولكن الكريم النباتي السايل افضل بكتير جدا في الجاتوه، وكله شغال بيه دلوقتي بصراحه، لانه هو بيدي طعم احلى بكتير جدا، والقوام بتاعه احلى من الشانتيه. الشانتيه ملهاش روح للاسف. تعالوا نشوف حبيبي يا مامتي، منك في النادي. محتاجين حاجة يا شباب تكون يعني لا، احنا محتاجين اطباق بورد كبير كده عشان نقدم عليه الحاجة، لان ايه ماشي. خلينا ناخد مثلا، هاخد بس اتنين كده ازينهم بصراحه، صح كده؟ ماشي يا جيمي، هزين اتنين على ما نشوف. ايه بص اهي اهي عامله ازاي. ناخد عندنا بقى ايه، كريمه من فوق من فوق. بالظبط بالظبط. ام ايمن ازيك؟ انا عامل ايه؟ ازيك يا ام ايمن؟ تسلم يا حبيبي، ايه الجمال وايه الحلاوه دي والله. بسم الله ما شاء الله، ده جمالك والله يا ست ام ايمن، ربنا يحفظك. ست ام ايمن، طب انا يا شيف محمد بعد اذنك ههدي لك الجوتو دوت لثلاث صنفات. ماشي اتفضلي. الشيف محمد حامد، لان بمناسبه عيد ميلاده في شهر 9. الله يحفظك يا ست الكل. وابني ايمن محمود، واني برضو 2/9. ربنا يبارك يا رب ويخليهولك. كل سنه وانت طيب. وانت كل طيبة. سنه وانت طيب، وسنه سعيده عليك، سنه رايحه سعيده وجايه سعيده عليك. الله يخليك يا ست الكل، ربنا يحفظك. شكرا. انا شفت الجاتوه قلت بمناسبه يبقى عيد ميلادك. شكرا يا ست ام ايمن، ربنا يحفظك. اشكرك، شكرا ليك. شايفه الجاتوه بقى بتعملي بايه؟ بصي بتحطي هنا كريمه اهو 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 ايه 16 كده اهو، ونحط الفان بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه اللي احنا عملناه، وتشوكلت سيجار احنا ممكن ناخده كده اهوت وبرده نديله نوظفه. ممكن جدا ده تشوكلت سيجار اللي احنا عملناه، ممكن ايه نزينه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. تمام، يبقى قطع الجاتوه قدام حضرتك اهوت، الموضوع في منتهى السهوله، بنقدر نشتغل ونعمل اللي احنا عايزينه. والفانه اللي احنا عملناها بالشوكولاته. تعالوا بقى نشوف عندنا التاني بقى هنعمله ازاي، ايه الحوار بقى، ايه الجاتوه الميكس بتاعنا. كبسناه شويه اهو،
بص عامل ازاي؟ هو ده 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 الشغل ده اللي يطلع معاك عشان حاجه تطلع معاكي مظبوطه وزي الفل. تحط عندي حته كريمه صغيره واوزع عندي الكريمه على الاسبونج نفسه. بالشكل ده هوت واجزع برضو نفس الكلام من فوق. لا خلي بالك في ناس بقى بتعملها من فوق بقى بكريمه زبده، يعني هي دي كريمه زبده من فوق عشان لما تيجي تحط الشوكولاتات ولا اي حاجه تمسك عليها، وده عادي جدا. حط ده هوت ترنش كده هوت واطلع في حته مش مستويه معايا هيت، اقوم جايبها واضغط عليها شويه كده عشان كله ياخد لون واحد. طيب عندي بقى هنا بعد كده يا استاذ جيمي عندي جيلي تلميع شوكولاته وجيلي تلميع شفاف اهو، فانيليا وشوكولاته الاثنين دول مع بعض. هنبدا نحطهم كده ميكس رخامي كده عليها من فوق ونبدا ايه نسحبها زي ما هتشوفوها دلوقتي. يلا بينا. حاضر. لا ده انا هحط الجيلي بس واسيبها شويه. يلا لازم الكريمه تحط في الفريزر لازم، يعني احنا بشغلين اهوت هوا، ولكن انا بقول لك انت اللي تعمليها لازم تحط في الفريزر عشان لما تيجي تحط الجيلي الجيلي ما يطلعش مع الكريمه، فاهمه ازاي؟ احط عندي جيلي تلميع شفاف ده اللي بيتحط، مش ده بتاع الفاكهه، الفاكهه اللي هو جيلي ساخن، في جيلي ساخن وفي جيلي بارد، ده جيلي بارد بتاع الكيك اللي هو بتاع الكيك الامواس والتشيز كيك والموس الشوكولاته والحاجات اللي احنا كنا بنعملها قبل كده. يبقى في نوعين اتنين من الجيلي، جيلي هتلاقيه عامل زي الازاز كده، ده اللي بيتحط على الفاكهه بيتحط على الفاكهه، وفي الجيلي اللي هو البارد اللي هو الشفاف اللي انتوا قدام حضرتك شايفينه ده. بجيب عندي بعد كده بقى جيلي شوكولاته. نحطه بالشكل ده اهو. بس رخامي اهو. اه بصي اهو حلو الكلام. ناخدها بقى ونبدا اللي احنا نقطعها نفس التقطيعه برضو نفس الكلام. فرخامي بقى ليه عملناها رخامي؟ ليه؟ عشان احنا عاملينها سبونج ابيض وشوكولاته، فمن فوق برضو عاملينها جيلي تلميع ابيض وشوكولاته. يلا فاصل وبعد الفاصل نواصل. خلصنا كده الجاتوه بتاعنا الفانيليا والميكس قدام حضرتك. هنبدا دلوقتي نشتغل في المانجا. طيب المانجا ازاي بنعملها بقى؟ بجيب عندي بوله وبحط فيها الكريمه الباستري اللي هو الكوبايه، واقوم جايب عندي عصير مانجا، حاطط عندي كوبايتين من عصير المانجا. مقادير قدام حضراتكم بتنزل اكتبوها ونبدا نشتغل واحده واحده. بصي حطينا الايه الباستر كريم مع عصير المانجا وقلبناهم كويس جدا مع بعض عشان تبقى مانجا مانجا. تمام واحده واحده خالص اهو عشان ندي الطعم الحلو، طعم الكريمه الميكس اللي احنا محتاجينها.
وبعد كده بقوم واخد عندي الكريمه اللي هنبدا نعمل بيها. ادي الكريمه النباتي السايله اللي ضربناها وخفقناها قدام حضرتك، واقوم حاططها فين؟ على الكريمه المانجا اللي قدام حضرتك ديت يا عيني. ونقوم واخدين الكلام ده ومقلبينه مع بعضه عشان ده اللي هنبدا ايه هنحشي بيه دلوقتي. تبقى الكريمه بطعم المانجا. كلام جميل اهو، شايفه الكريمه بقى طعم، لان احنا عاملينها بعصير مانجا طبيعي، فده عامل فيها شغل عالي قوي. هجيب عندي الصاج ونبدا نشتغل. هجيب عندي اول طبقه من الاسبونج، وبعد كده بقوم واخد عندي شويه من الفانيليا الشربات اسف الخفيف. ونقوم واخدين يا باشا رايحين وحاطين كريمه المانجا اللي قدامك ديت. هوزع كريمه المانجا على الاسبونج بتاعنا. دي مزيكا دي بقى. ها حاجه منال. ايوه السلام عليكم يا شيف محمد. وعليكم السلام، ازيك يا حاجه منال؟ ازيك انت عامل ايه؟ الحمد لله بخير يا ست الكل. كل سنه وانت طيب، عمال 100 سنه يا رب. وانت طيبه الله يخليك. وتسلم ايدك على كل اللي بتعمله، واشكرك على الكلمتين الحلوين اللي انت قلتهم. شكرا. ربنا يبارك لك يا ابني، ربنا يخليهولك، خليك لاولادك يا ابني، ربنا يخليهولك ويبارك فيك. الحاج شحته بيسلم عليك وبيقول لك كل سنه وانت طيب عقبال 100 سنه وربنا يخليك لي. حبيب قلبي سلمي لي عليه كتير، ربنا يخليهولك ويبارك فيه. مع السلامه يا ست الكل. مانجا مكعبات الطبقة التانية من الاسبونج الفانيليا، حطها كده. وبعد كده نقوم حاطين عندنا شوية من الشربات الخفيف البارد. حلقة جاتوه ان شاء الله تعجبكم، حلقة اكاديمية بنحاول نعلم فيها ازاي تقدري تعملي قطعة الجاتوه عندك وتطلعيها بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، بالديكور بكل حاجة. ما خدناش حاجة وحطيناها في الفريزر، أنا بقول لك أنت في البيت تعمليها وتحطها في الفريزر تطلعيها مظبوطة أحسن من كده كمان. يعني بس أهم حاجة تتابعي كل الخطوات، ما حبيتش النهاردة أضيع وقت في موضوع عملته قبل كده كذا مرة الإسبونج، وعملت حلقة عن الكريمة، فقلت لا إحنا النهاردة نخص الحلقة إزاي نقدر نحشي وإزاي نقدر إن إحنا نعمل الديكور من فوق. لان حضراتكم انتوا عارفين لو انا عملت الاسبونج اصلا والكريمه وخفقت الكلام ده كله مش هلاقي وقت في الحلقه. يعني انا عايز اوريكي تفاصيل تانية انت ما شفتهاش في حلقات قبل كده، هي دي الفكره والله بس مش اكتر. استاذه ايمان. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يرضى عليك، تسلم ايديك، حاجه جميله خليك. ومشرفه قوي قوي بجد. ميرسي يا فندم. انا عايزه اسال حضرتك بس بعض الاسئله. الكريم شانتيه حضرتك قلت ان الكريمه النباتي افضل منه. طب انا ممكن اجيب الكريم النباتي منين؟ من اي هايبر ماركت يا فندم، اي سوبر ماركت او اي محل خامات حلويات هتلاقيه بيبيعها. طيب حضرتك كنت عايزه اسال، الكريم شانتيه مده صلاحيته في الثلاجه قد ايه؟ لو انا عملته وصاد مني. اللي يفضل بقى الكريم شانتيه بالذات يا جماعه ما يقعدش اكتر من 4 ايام. تمام. عشان طب حضرتك المربى اللي حشيت بيها الجاتوه الاولاني. أيوه. هي زي ما اكون سائله كده، هي نوعها ايه؟ لا بصي، ده مربى عاديه جدا، انا خفقتها وجبتها بمضرب سلك او بمعلقه او بشوكه وفضلت اقلب فيها لحد ما تبقى عندك بالشكل ده. يعني لو انا عامله اي نوع مربى في البيت اقدر اعمل منها واخفقها زي ما حضرتك بتقول؟ بس مدي لها لون، خلي بالك انا مدي لها الطرف لون بسيط جدا. طيب الجيلي الشفاف اللي حضرتك حطيته. أيوة. برضه بيتباع في السوبر ماركت؟ لا، في محلات خامات الحلويات.
محلات خامات الحلويات. ايوه هو هتلاقي موجود عندهم كل الكلام اللي انا بشتغل بيه ده. طيب يا فندم يعني انا بشكرك والله تسلم ايديك، ما نتحرمش منك ابدا يا شيف محمد. شكرا يا فندم، انا اللي بشكر حضرتك. شكرا يا فندم، ميرسي جدا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مع السلامه. شكرا يا حاجه. تعالوا ناخد عندنا شويه شربات صغيرين خفيف اهو عليها من فوق، وبعد كده نقوم واخدين عندنا الكريمه. طبعا احنا ايه نسينا نكبس الكبسه، ما ينفعش يتحط بعد الكريمه، خلاص طالما حطينا الكريمه مش هينفع نكبسها خلاص. ايه يا حبيبي؟ طبعا لازم اي ست بيت تكون رايقه جدا والمطبخ يكون فاضي عندها وهي بتعمل اي حلويات، لان لو الدنيا مش رايقه والمطبخ مسحوم مش هتعرف تطلع اي حلويات خالص للاسف. ناخد ده كده اهوت، نسحب. مدام مريم، الو مدام مريم، ازيك؟ الحمد لله. اهلا اهلا وسهلا يا فندم. انا مبسوطه جدا يا محمد عشان بكلمك. ده انا السعاده لينا والله. الله يخليك يا استاذه مريم. انا بس طريقه الجيلي اللي انت حاطه على الجاتو. طريقه ايه؟ طريقه الجيلي من سام الزبيب. الجيلي حاضر حاضر من عينيا. يلا يلا مش هقعد الوقت. شكرا لحضرتك. الجيلي ده بيتباع جاهز يا جماعه اهو. ثواني يا استاذ جيمي عشان اوريه لو كان في والله جيلي تلميع والله كنت وريته لحضرتك. ده يا جماعه بيتباع جاهز اهو، بيتباع كده زي ما هو، شايف عامل ازاي؟ اهو ده جيلي تلميع بارد، ده بيتضرب كده اهوت، وبيتباع منه الوان بقى، الشوكولاته، المانجا، الكيوي، فاهم حضرتك ازاي؟ الشفاف ده الشفاف اهوت، فده اللي بنجيبه ونحطه ايه على الكيكات وعلى الجاتو كده من فوق عشان يديني اللمعه، يعني ممكن خلي بالك بعد الشوكولاته ديت، شايفه ديت؟ بعد الشوكولاته دي ما بتخلص وتجمد احط عليها طبقه جيلي تلميع، تديني لمعه اكتر. طيب تعالوا نقطع، يلا نقطع. مش هنحط جيلي يا عم تلميع ايه؟ مانجا. هنقطع زي ما هو كده. اهو ابعد يا باشا كده وخلينا نقطع كده زي ما هو ونشوف الموضوع ماشي ازاي. الجيلي ده الفاكهه بقى، الفرق بقى الفاكهه الصحيحه لما بتتحط عليها الجيلي التلميع اللي هو زي الازاز ده. اللي تحس هو بيتكسر كده، اللي هو الشفاف، اللي هو التقيل، اللي هو اللي بيتسيح على النار. لو في فاكهه سليمه، لكن ده جاتوه فبيتحط له جيلي تلميع بارد. تعالوا بقى نشوف كده اهو، اخد ديت اول طبقه. على فكره بس هي لازم التنظيف ده بالمناسبه، والتنظيف ده بيتعمل منه كاسات وبيتعمل منه بوبس كيك. يعني كل المحلات بتخش عليها بتلاقي حاطه البوبس كيك، وبتلاقي حاطه كوابات وكاسات، محلات بلدي. اصل في ناس تقول لي ايه يا عم كميه الحاجات انت بتطلعها ديت؟ لا يا فندم والله مش حاجه بتترمي، ده حضرتك بتعمل فيها ايه؟ تعالى هوريكي دلوقتي عشان للاسف. بص يا باشا ده هو ده اللي بيطلع، ده جيمي بيطلع بيتفرم كده بالايد، بيتفرم بالايد كويس جدا اهوت. ليك معايا؟ شايفه؟ طلع اهو صح؟ تاخديه كده اهوت. يصحى جيمي للكلام ويتعمل منه بوبس كيك يا باشا. اللي بيطلع كده مفيش حاجه بتترمي، يعني انت بتاخديها بتقوم عاملاها كده، حاطه الخله في الشوكولاته وتقوم حاطاها في الفريزر، تطلع تقوم مسيحاها وحاطه الشوكولاته فيها وتتعمل منها البوبس كيك او الكاسات. فلازم يتنضف الجاتوه، اي محل في الدنيا لازم ينضف البلكه بتاعته قبل ما يبدا اللي هو يطلع قطعه الجاتوه. يا ام لين ازيك؟ ازيك يا حبيبتي يا استاذ محمد؟ ازيك يا ست الكل عامله ايه؟ الحمد
الحمد لله تمام والله. هو انا متصله عشان لين امنيه حياتها تكلم حضرتك ومتابعاك جدا جدا يعني كل يوم. يا نهار ابيض، ده شرف لينا والله. الوصفات بتاعتك ده شرف لينا والله. اتفضلي. يلا كلمي الشيف اهو معاكي. يا لين، يا عم محمد. ازيك يا حبيبه عم محمد؟ وحشتيني والله. وانت اكتر. ايه الصوت الجميل ده؟ انا بتفرج عليه. وانا كمان بحبك جدا جدا. انا كمان. وانت ينفع تعملي طريقه بيتزا؟ يا نهار ابيض، بس كده من عينيا الاثنين. ده انا اعرف اعمل، لو اعرف اعملها لك دلوقتي كنت شلت الجاتوه وعملتها لك. ماشي ماشي يا حبيبتي، مع السلامه. شكرا يا لين، ما شاء الله عسل. هظبط بس الايه الحروف. مدام ساره ازيك؟ مدام ساره؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيف. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا مدام ساره. حضرتك نور الدنيا والله. تسلم ايد حضرتك على كل اللي بتعمله. الله يخليك يا مدام ساره، كلك ذوق والله بجد. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انا بس كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه مهمه يعني. طبعاً. كنت جايبه جيلاتين وعايزه اعمله انا بالفاكهه، فعايزه اعرف الطريقه. الجيلاتينه؟ ايوه، انا شاريه الجيلاتين خام وعايزه اعمله بالفاكهه، يعني انا يبقى عندي فاكهه في البيت واعمل معاها جيلاتين دي، بس عايزه اعرف المقدار قد ايه. هو ما انا مش فاهم برضو يعني. هو الجيلاتين ده يا فندم بيتحط على الكريمات، على الموس الكريمه. جيلاتينه اللي هي الباودر. ايوه الجيلاتينه الباودر. ايوه والله انا سمعت ان اللي هو الجاهز بيبقى مضر بالصحه، فانا جبته خام. انا مش عارف قصدها على الجيلاتينه ولا الجيلي التلميع. انا بصراحه الجيلاتين الباودر خام. هو بيتباع باودر يعني. انت ما تفهمين، ما ينفعش تسقلها الصناعي من البيت. فياريت تصل بينا تاني وتفهميني الموضوع بالظبط، عشان انا والله مش هقدر اجاوبك كده وخلاص. لازم ابقى فاهم السؤال عشان اعرف اجاوب عليه كويس، ولو مش عارف بقول انا مش عارف. ولكن فكره ده مش عارفها بصراحه. حته الجيلاتينه الجاهزه ديت دي اول مره اسمع عنها. بيتصنع من العظم وصعب جدا. تيجي بص 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 يا جيمي، بص بص بص، شايف الكلام؟ قطع الجاتو مانجا. ايه فاصل ونواصل يا باشا. كده صغير وبعمل فيه شوكولاته وابدا اعمل فيه الشكل اللي انت شايفينه ده اهو. يا باشا اكتب اللي انت عايزه يعني، اكتب وممكن اسمك بالشوكولاته. تمام. ممكن نعمل قلب هنا صغير.
تمام. بص شكلها عامل ازاي. تعالى نعمل واحده كمان اهيت هنا برضو نفس الكلام. الشوكولاته بتبقى ايه؟ بتبقى سايحه زي ما اتفقنا. الكورنيه اتاكد الشوكولاته مش مخرزه، لو مخرزه مش هتعرف مش هينفع تشتغل معاكي خالص اصلا. هجيبها هنا معلش عشان تبقى بس تحت السيطره. حالا حالا دلوقتي ده جاتوه المانجا خلاص كده تمام. وابدأ ان انا اقدمه بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. يبقى كده حلقة بتاعتي تمام. كنا الاسبوع اللي فات كنا عمو محمد عبد السلام والد شيف سارة الجميل، والد شيف سارة عبد السلام كان يخضع العملية. المهم حصل تأجيل، كل تأخيرة فيها خير الحمد لله. كان في شوية تحاليل كده وحاجات ناقصة، فكنت قلت لكم اللي هو كان بيعمل العملية في اليوم ده، ولكن العملية اتأجلت. هو دلوقتي فعلا بيخضع للعملية. يعني سارة مكلماني بعتها رسالة على الهوا بتقول يعني بتطلب من كل أمهات اللي هي بتتفرج علينا، راجل مربي فاضل وراجل محترم ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامه اجر وعافيه يا عم محمد باذن الله. عم محمد عبد السلام من الناس الجميله اللي علاقته كلها هنا بالناس في القناه على اكمل وجه، محترمه جدا جدا جدا، وتربطنا بيه علاقه اسريه غير طبيعيه بجد. يعني عم محمد عبد السلام بنقول له الف مليون سلام عليك وان شاء الله تقوم بالسلامه. وبطلب من كل ساده مشاهدينا وكل امهاتنا اللي هي تدعي له اللي يقوم بالسلامه بامر الله، وربنا ان شاء الله يعدي اليوم النهارده على خير باذن الله ويوم العمليه، لان هو دلوقتي اصلا بيخضع للعمليه. ان شاء الله باذن الله بكره هنعمل السحب. السحب هيبقى ممكن نوطي المزيكا شويه يا شباب. ان شاء الله بكره السحب العمليه. معلش يا جميع مش هسمعك عشان المزيكا عاليه قوي في ودني. بكره ان شاء الله السحب هيبقى على الحله، حالة الضغط اللي قدام حضراتكم دي حالة ضغط اسلامبوش، هيبقى عليها السحب. كل اللي عليكي المسابقة بمنتهى السهولة، يعني انتوا عارفين المسابقات بفضل الله اللي احنا بنعملها سهلة جدا. تقدري تخش حضرتك عندك على صفحتهم، صفحة برايتز هاوس، وتبدأي اللي انت حضرتك تحطي شروط المسابقة. هي سهلة جدا، هي كلها حاجات كتابية هتلاقيها موجودة، سؤال بتجاوب عليه، بتعملي شير اعتقد للبوست، حاجات سهلة جدا. وبعد كده بتخشي السحب ان شاء الله على حلة اسلامبوش وعلى طقم او حل بولة شوربة من راك اللي احنا وريناها لحضراتكم، والالوان تختاري اللي انت عايزاه. دي الحلة بكرة اللي هنعمل عليها ان شاء الله السحب. نهاية أأمن حلة ضغط موجودة واشتغلنا بيها قبل كده ووريناها لكم، اللي هي فيها اكتر من صمام امان قدام حضرتك اهيت، وشرحنا الزرار الاحمر اللي بتبقى موجوده فيها ديت اهي. دي لما البخار يبقى فيه ضغط من جوه الحله بيطلع بره، فلما بيطلع بره مستحيل ان انت تقدري تفتحي كده، من مستحيل تعرفي تفتحي الايه الحله. فدي حاجات كلها حاجات ضغط، حاجات كلها امان، بحيث ان الناس اللي هي بتتكلم عن موضوع الحلل الضغط اللي بتبقى فيها مشكله، لا ديت وفيها كمان مصفى من جوه وفيها عدد لترات جواها بيقول لك لحد فين تقدري تحطي الحاجه السايله، وفيها كمان قطع غيار، يعني فيها قطع غيار. دي حلة الاسلامبوش الجميله ستانلس ستيل دي 100%. مش عايز اقول لك ان شاء الله تجربوها، وما نشوف مين اللي هيبقى صاحب النصيب اللي هيكسب عندنا الجائزه. يا رب ان شاء الله الحلقه ان شاء الله تنول اعجابكم النهارده. عملنا حلقه جاتوه تفصيليه كده بالراحه خالص، حشينا وعملنا جاتو ميكس، وفي انواع كتير جدا، بحر ما بيخلصش على فكره الجاتو. فان شاء الله نعمل حلقات تانية اكتر. المره الجايه هنعمل حلقات بقى مواس كريمه، يعني هيبقى موس بقى، مش هيبقى سبونش او مش هيبقى كريمه، لا هنعمل كادرات، هنجيب كادرات كده ونعمل فيها شغل عالي، وهنجيب مكان رش. في جديد جاي ان شاء الله الايام اللي جايه. انتظرونا باذن الله في قناه بي ان سي، هنا طالعين بشكل مختلف تماما باذن الله. اشوفكم على خير، سلام عليكم.
بتاعتي.